اليوم عندي ايفنت لباتيست وبعدين رايحة على الجبل، فقلت خليني احضر حالي وحضر حالي معكم. بلشت بالفاونديشن، عم بستعمل من تو فيست بيتش بيرفكت فاونديشن وطبقه على كل الوجه. هلا عم طبق كونسيلر من سموا اسمه سكين انفي، سو بالرقم 105 تخبي الدارك سيركلز عندي، وحاتركه شوي لحتى هيك شوي تشربوا البشره وبعدين ادمجوا. بهيدا الوقت راح رتب رسمه احواجي، سو عم بستعمل من بوبا بنسل اي براو بنسل بالشيد براون، وراح ارسم او اعلم شوي الفراغ اللي هو موجود بالحاجب نتفه صغيره، ما بدي اياهم كثير قويه. هلا راح ادمج الكونسيلر وبرجع بعد شوي افتح بلون افتح. اول شيء عم بدمج اللون الغامق، ما ثبتت وجهي بالباودر لانه رح اتركه لاخر شيء. اوكي هلا عم باخذ لون هيك على بيج، عم طبقه بكسره العين. هلا رح اخذ بلندنج براش اصغر من رويال كوزماتكس، ورح اخذ لون بني من استرا، هيدا اللون البني البارد، رح طبق اللون بكسره العين. على الجفن المتحرك رح اخذ هيدا اللون الفاتح وطبقه على كل الجفن المتحرك. بما انه لابسه بليزر زرقاء عم بحط لون ازرق بقلب العين، كحل ازرق، وشوي عم طلعه على خط الرمش من تحت. بس هلا برجع بدمجه. مثل ما شايفين ببرش هيك مشطوبة، دمجته شوي طلعته من الاخر هيك لفوق. هلا عم طبق الماسكارا من هدى بيوتي، بتعطي كثافة وطول للرموش. هلا عم ثبت تحت عيوني وكل وجهي باللوس باودر من كيت فون دي. اكيد عم استعمل البرونزر لانه انا كتير بحب البرونزر والهايلايترز كتير، سو عم استعمل برونزر من بوبا لحتى هيك سمر كمان على الوجه، حدد شوي تقسيم وجهي. عم حط هايلايتر من كولر بوب، حطيت على الانف شوي، على راس الخد شوي، على راس الشفة. عم طبق البلاش من نورس اسمه اورجازم، فيه لمعة حلوة. عم استعمل البلاينر من جوسي بيوتي رقمه 703 وحدد فيه الشفاف. من بعد ما حددت الشفاف رح اخد لبستيك باللون نيود. هول لبستيكس من توب فيس بعتقد البراند وقتها حطيتهم بهيدا الباليت، فعم باخدهم بالبراش لون نيود وحطه على الشفاف. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الميك اب لوك. هيك بنكون خلصنا، بعد بدي احط البليزر الزرقاء وبدي اروح على الايفنت وبعدين بدي اطلع على الجبل. فهيدا هو ميك اب لوك لليوم.